هنبدأ أخبارنا النهاردة من كلام الدكتور حسام حسني، مستشار وزيرة الصحة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. وأعلن أنه خلال الأسبوع المقبل هيكون في بروتوكول خاص للأطفال، لأن ما ينفعش الاعتماد على الفيتامينات فقط في علاج مريض كورونا. طبعا الكلام ده مهم وجي بعد لما فيروس دلتا او السلاله بتاعه دلتا لفيروس كورونا بدات ان هي تصيب الاطفال، وده مش في مصر بس، لا ده في العالم كله عشان برضو ما نخضش الناس. لكن انتشار دلتا ودلتا بلس اقوى بكتير قوي من السلالات اللي فاتت، وده اللي احنا كنا بنتابعه كمان حتى هنا في صباح الورد مع كتير من الخبراء اللي معانا. الحقيقة في بروتوكول جديد لعلاج الأطفال مش الوقاية، يعني ده مش تطعيم عشان بس برضو الناس ما تتلخبطش، إنه ده علاج مش لقاح. هنعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، اللي معانا على التليفون. صباح الورد يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. دكتور أمجد، يعني ادينا تفاصيل شوية عن البروتوكول الجديد لعلاج الأطفال من فيروس كورونا وأهميته. طيب، احنا في ظل متحول شديد الانتشار، سريع الانتشار، وجئنا مع قدرته السريعة على الانتشار السريع، ابتدى يسيب الأطفال، وده على مستوى العالم مش في مصر بس. ولكن حتى الآن رحمة ربنا إن حتى إصابة الأطفال من درجة بسيطة والمتوسطة، ولكن نفاجأ بأطفال أيضا مصنفين مثل الكبار، بأطفال مرضى ضعف مناعة، بأطفال مرضى سكر، بأطفال مرضى الفشل الكلوي. نفس فكرة الأمراض المزمنة موجودة في الأطفال الصغيرين، ودول فئات أكثر عرضة وأكثر خطورة إن هم يخشوا في مضاعفات خطيرة مثلهم، مثل فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. لذا إحنا ممكن نفاجأ بطفل يخش في مضاعفات، مع الرغم من ان معظم الاصابات في الاطفال حتى الان نعمه ربنا من الاصابات البسيطه التي لا تعدو ذنبا، ولكن كاستعداد دوله ان احنا ممكن نفاجئ في مع هذا التحور وقدرته الشديده على صفه الاطفال بظهور حالات من الدرجات الفوق المتوسطه او الخطيره، وبالتالي كان استعداد الوزاره بتحديث البروتوكولات باضافه مضادات الفيروسات باضافه ما يسمى به المونوكلونال او الاجسام المضاده المخلقه اللي بتمنع من ان الحاله تسوء الى الاسوء او تخش في مضاعفات. ودي انواع جديده من العقارات دخلت حتى للكبار، والوزاره سلمتها الكبار والصغار والاطفال، اللي هو نوع من الادويه اللي استخدمها ترامب اسمها سينثيتك او الاجسام المضاده المخلقه، ودي بتمنع ان الشخص نفسه المصاب يخش في مضاعفات خطيره. فكره بلازما المتعافين بصوره مختلفه تماما، ان احنا بناخد حاجه اسمها المونوكلونان او الاجسام المضاده لفيروس كورونا المخلقه صناعيا، لحقناها للشخص المصاب، بتمنع ان هو درجته تكون من الدرجه تتحول من الدرجه المتوسطه الى الدرجه الشديده. ودي حاجه وقائيه وحاجه جميله جدا واثبتت نجاح وفعاليه كبيره جدا. وادخال مضادات الفيروسات في البروتوكولات الاطفال الكبار، كل ده هيساهم بنسبه كبيره جدا من عدم تحور الفيروس ودخوله الى الطفل او الشخص المصاب الى مضاعفات خطيره. دكتور امجد، يعني برضو عشان نوضح كلام حضرتك، انه لما حضرتك بتقول وقايه، هو وقايه من المضاعفات مش وقايه من الفيروس. من الاصابه لا توجد وقايه من الفيروس حتى الان الا باللقاحات. وحتى الان الاطفال طبقا لتوصيات منظمه الصحه العالميه احنا بندي فوق ال 18. بعض الدول جربت اللقاحات على اطفال وابتدوا ينزلوا بالسن سن الاطفال، ولكن حتى الان احنا ملتزمين ببروتوكول منظمه الصحه العالميه ان اللقاحات فوق سن 18. هذه العقارات تستخدم لمنع المضاعفات الخطيره للمرض بعد الاصابه ولا تقي من الاصابه. تمام. طيب برضو يعني عشان برضو نبقى عارفين البروتوكول ده، نقدر برضو الناس تبقى يعني يعني تعرفه اكتر او تتعرف عليه اكتر. احنا بنتكلم على بروتوكول مضاد حيوي او عقارات للمضاد الحيوي، زي مثلا ادويه البرد، يعني اللي هي الطبيعيه اللي احنا بناخدها في حاله البرد، صحيح؟ على حسب شدة الإصابة، بمعنى الدرجات البسيطة والمتوسطة من الإصابة تعامل بفيتامين هي مضادات الطبيعية لتعدور البرد، ولكن الحالات الفوق متوسطة والحالات الشديدة تتعامل بمضادات فيروسات وتتعامل بالمونوكلونال أو الأجسام المضادة المخلقة لمنع دخول الحالة من الدرجة المتوسطة إلى الدرجة الشديدة. ولكن الحالات البسيطة جميعها تتعامل، وحتى الآن الأدوار البسيطة تتعامل مثل أدوار البرد بمجموعة الفيتامينات والحوافظ الحرارة التقليدية، وده النسبه الغالبه 80% من الحالات اصابتها بسيطه جدا ومحدوده في الاطفال، لا هي تدخل في المضاعفات
درجتها من الدرجه البسيطه حتى مع المتحور الجديد. حتى الان المرصود معظم الحالات ان نسب التعافي جيده جدا، الحالات بسيطه متوسطه، نسبه الحالات الحرجه والخطيره نسبه بسيطه جدا حتى الان. انا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، كنت معانا على التليفون. نشكرك طبعا على كمان كل شرح لهذه التفاصيل.